هل الفضيلة إذن مسألة وقت؟ فهم ما هو وهو الفضيلة، لأنه يمنح الحرية والتحرر الفوري. هل هذا مسألة وقت؟ هل أنت لطيف كريم حنون من خلال عملية الزمن؟ أي هل ستكون لطيفا بعد غد؟ هل يمكن التفكير في اللطف من حيث الزمن؟ بعد كل شيء فإن المودة والرحمة والكرم ضروريات الحياة، وهي المذيب الوحيد لجميع مشاكلنا. إن الإرادة الحسنة ضرورية وليس لدينا إياها، أليس كذلك؟ لا السياسيون ولا القادة ولا الأتباع لديهم إرادة حسنة حقيقية، وهي ليست مثالية. وبدون تلك الرقة الاستثنائية للوجود التي تمنح المودة، لا يمكن حل مشاكلنا بالمؤتمرات وحدها. لذا فأنت مثلك مثل السياسيين والغالبية العظمى من البشر في جميع أنحاء العالم، لست لطيفا. ليس لديك تلك الإرادة الحسنة التي هي الحل الوحيد. وبما أنك لا تملكها، فهل هي مجرد مسألة وقت؟ هل ستكون لديك إرادة حسنة غدا أم بعد 10 سنوات؟ أليس من المنطق الخاطئ التفكير من حيث الزمن، من حيث أن تصبح لطيفا في المستقبل؟ إذا لم تكن لطيفا الآن فلن تكون لطيفا أبدا. قد تعتقد أنه من خلال الممارسة البطيئة والانضباط وكل ما تبقى ستكون لطيفا غدا أو بعد 10 سنوات، ولكن في هذه الأثناء فأنت غير لطيف. واللطف والإرادة الحسنة والمودة هما المذيب الوحيد للمشاكل الفورية للوجود. إنه العلاج الوحيد الذي سيدمر سموم القومية والطائفية، والإسمنت الوحيد الذي يمكن أن يجمعنا. الآن إذا لم يكن اللطف والرحمة مسألة وقت، فلماذا لسنا نحن وأنت لطيفين على الفور مباشرة؟ لماذا لسنا لطفاء الآن؟ إذا فهمنا لماذا لسنا لطفاء والفهم فوري، سنكون لطفاء على الفور. ثم ننسى ما هي طائفتنا، وسننسى اختلافاتنا الطائفية والدينية والقومية، وسنكون أكرم وألطف على الفور. لذلك يجب أن نفهم لماذا لسنا لطفاء، ولا نمارس الصلاح بصبر أو نتأمل في الكرم، وهو أمر سخيف تماما. ولكن إذا كنت أعرف لماذا أنا قاسي وأريد أن أكون لطيفا، فعندئذ لأن نيتي هي أن أكون لطيفا سأكون كذلك. لذا مرة أخرى، فإن النية مهمة للغاية، لكن النية لا طائل منها إذا لم أكن أعرف سبب القسوة. لذلك يجب أن أعرف العملية الكاملة لفكري والعملية الكاملة لموقفي تجاه الحياة. لذا فإن دراسة النفس تصبح مهمة للغاية، لكن معرفة النفس ليست غاية. يجب على المرء أن يدرس نفسه أكثر فأكثر، ولكن ليس بهدف في الأفق لتحقيق نتيجة، لأنه إذا سعينا إلى هدف إلى نتيجة فإننا نضع حدا للاستفسار والاكتشاف والحرية. معرفة النفس هي فهم عملية النفس، عملية العقل، أن نكون على دراية بكل تعقيدات العواطف وسعيها. وكما نعرف أنفسنا أكثر فأكثر عمقا واتساعا وشمولية وعمقا، يأتي الحرية والتحرر من تعقيدات الخوف، الخوف الذي يؤدي إلى المعتقدات والعقائد والقومية والطبقات وجميع الاختراعات البشعة للعقل لإبقائه معزولا في الخوف. وعندما
يكون هناك حرية، يكون هناك اكتشاف ما هو أبدي. بدون تلك الحرية، مجرد السؤال عما هو الأبدي أو قراءة الكتب عن الأبدي ليس له أي قيمة على الإطلاق. إنه مثل الأطفال يلعبون بالألعاب، يمكن اكتشاف الأبدية أو الواقع أو الله أو ما شئ من قبلك فقط. إنه يأتي إلى الوجود فقط عندما يكون العقل حرا، غير مقيد بالمعتقدات، غير مقيد بالتحيز، غير محاصر في شبكة الشغف وسوء النية والدنيوية. لكن العقل المتشابك في القومية أو المعتقدات والطقوس محاصر برغباته وطموحاته وسعيه. ومن الواضح أن مثل هذا العقل لا يمكنه أن يفهم، إنه غير مستعد للاستقبال. فقط اكتشاف الحقيقة سيجلب السعادة، ولكي تكتشف يجب أن يكون هناك فهم النفس. لفهم النفس يجب أن تكون هناك نية للفهم، ومع النية يأتي عقل مستفسر، عقل مدرك بوعي دون إدانة أو هوية أو تبرير. ومثل هذا الوعي يجلب تحررا فوريا من المشكلة. لذلك فإن بحثنا كله ليس من أجل إجابة على مشكلة، بل لفهم المشكلة نفسها. والمشكلة ليست خارجك، إنها أنت. المشكلة أنت. لفهم المشكلة، لفهم خالق المشكلة وهو أنت، عليك أن تكتشف نفسك تلقائيا من يوم لآخر كما أنت، لأنه فقط في اللحظة التي تنشأ فيها استجابتك يمكنك فهمها. ولكن إذا كنت تضع استجاباتك في نمط معين، إما اليسار أو اليمين، أو إذا كنت تتبع قاعدة سلوك معينة، فلن تتمكن من اكتشاف استجاباتك الخاصة. جربها وستجد أنك تكتشف استجاباتك من خلال إدراك كل استجابة عند ظهورها ورؤيتها دون إدانة أو تبرير وملاحقة جميع آثار تلك الاستجابة. الحرية تكمن في التحرر من الاستجابة وليس في تأديب تلك الاستجابة. لذا فإن كل استفسارنا عن غرض الوجود وسؤالنا عما إذا كان هناك واقع أم لا ليس له معنى كبير إذا لم يكن هناك فهم للعقل وهو أنت. المشكلة التي هي واسعة جدا ومعقدة جدا وفورية جدا تكمن فيك، ولا يمكن لأحد حلها إلا أنت. لا يمكن لأي معلم أو معلم أو مخلص أو إكراه منظم أن يحلها. يمكن دائما الإطاحة بالتنظيم الخارجي، لأن الداخل أقوى بكثير من الهيكل الخارجي لوجود الإنسان. بدون فهم الداخل فإن مجرد تغيير نمط الخارج ليس له معنى كبير. لإحداث إعادة تنظيم دائمة في الأشياء الخارجية يجب على كل واحد منا أن يبدأ بنفسه. وعندما يحدث هذا التحول الداخلي يمكن بعد ذلك تحويل الخارج بذكاء وتعاطف ورعاية.